جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول المرسلة هي محمد، تسأل وتقول: أنا فتاة في 22 من عمري، وقد كنت فيما مضى غافلة عن عبادة ربي عز وجل، والآن أنا ولله الحمد قد صحوت من غفلتي وراغبة في التقرب إلى الله بالعبادة وعمل الصالحات وترك جميع المعاصي، ولكنني أواجه الصعوبة من نفسي الأمارة بالسوء، وكذلك أعاني من وسوسة الشيطان ومشاعري متضاربة، فمرة أتبع الشيطان وأعمل المعاصي ثم أندم وأحزن وأرجع إلى أداء واجباتي الدينية. لذا أرجو من فضيلتكم نصحي وإرشائي وإرشادي إلى طريقة تمكنني من طرد وسوسة الشيطان والتغلب على نفسي الأمارة بالسوء، جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي وفقك للتوبة ولزوم الطاعة والابتعاد عن المعاصي. وأما ما يعرض لك من وسوسة الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، فعليك بجهاد، بجهاد ها 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 هذه الأعداء، بجهاد نفسك وجهاد الشيطان وجهاد الوساوس والمغريات، بالتزام الطاعة والاستمرار على التوبة. وإذا حصل منك خطيئة فعليك بالمبادرة بالتوبة، فإن الله يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. فعليك أولا بالمجاهدة والصبر على طاعة الله وعن محارم الله وحبس النفس عن المعاصي. فإذا قدر أنك وقعت في الخطيئة فباب التوبة مفتوح ولله الحمد. فعليك بالمبادرة بالتوبة الصحيحة والاستغفار، والله جل وعلا غفور رحيم. ولا تقنطي من رحمة الله، أو الشيطان يقول لك لا توبة لك لأنك رجعت إلى المعصية ووقعت في الخطيئة مرة ثانية. يقول لك الشيطان هذا ويقنطك من رحمة الله، فعليك بدحره والاستعاذة منه وتكرار التوبة كل ما تكررت المعصية. بل إن الإنسان يكرر التوبة دائما وأبدا من التقصير، لأنه لا يسلم الإنسان من تقصير في حق الله جل وعلا ولو لم تقع منه سيئات ظاهرة. تقصيره في حق الله في حد ذاته يحتاج إلى استغفار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من التوبة والاستغفار، ويقول صلى الله عليه وسلم: إني لأتوب إلى الله في اليوم 70 مرة. فيكرر الإنسان الاستغفار ويكرر التوبة، والله جل وعلا يتوب عن التقصير ويتوب عن السيئات والخطايا. نعم.